Ladies and gentlemen, welcome back to new episode of Making Freaking History. الحمد لله حبيب كسب. لما الواحد يبقى مسلم ويجتهد بنا بيصل لك ويسهل لك في حاجة مختلفة كده. وحد تاني مش مسلم سبحان الله برضو مش بيبقى بالتوفيق اللي هو المسلم فيه. كل ده من فضل ربنا الحمد لله حبيب كسب. اكتر ماتش حسيت ان حبيب برضو وابل فيه قبطه براسه يعني مرة, فحبيب اترجرك كده شوية. يعني الحمد لله بستر ربنا حبيب ما شاء الله دومينيشن للماتش ما شاء الله. تعالوا نحللوا الماتش حته حته. داستن الاول بدا بالكاف كيك بتخلي الارتكاز على الرجل اللي حبيب بيرتكز عليها دي ضعيف, فمش هيقدر يشوت على التيك داون قوي. بدا باسلوب حلو, حبيب طبعا هو بيفيك كل شويه, بيفيك كانه هينزل ياخد تيك داون وما بياخدهاش عشان هو يشوف داستن رد الفعل, مثلا هياخده بالابر كات ولا مثلا بالركبه زي ما جورج ماس بدل عمل. داستن برده في الاول جاب كام ليك شوت, مره كاف كيك ومره عالي. بدا بدايه حلوه جدا داستن سكور في الاول قبل حبيب ما يبدا. زي ما الكابتن حبيب قال, لما انت بتجرابل مع اي حد اي مستوى انت وصلت له, بس لما تيجي تجرابل مع حبيب بتحس ان هو حاجه تانية خالص, تحس ان هو فوقيه ان هو هيفي ويت, لانه بيلعب وزن تقيل 3 اضعاف مثلا وزن. بص النظره اللي على اول ما حبيب نزل من تحت ومسك وبيحاول يقفل, بص النظره اللي على وش داستن, ده ايه اللي جابني هنا. حبيب طبعا كان بيحاول برده حته النيك هانج مش بتبقى على الرقبه, بتبقى على الوش على الجار, بتشغل بالك اكتر من هي مثلا سبميشن. بس الحلو جدا في داستن انه خدش من حبيب دامج جامده وهو على الارض, ما خدش اذى جامد. وداستن الكارديو بتاعته كان لحد الجوله الثالثه ما شاء الله, يعني من اقوى المتوشة اللي شافها حبيب. بعديها الجوله الثانيه بقى دي اللي خدت منحة مختلف. حبيب قرر استنى داستن بقى ويلعبه بقى شبه ما عمل من لاكوينتا, ولعبه يعمل له جاب ومش عارف ايه. بس داستن شارب قوي, دقيق جدا في الضربات بتاعته. قام واخد واحده لحبيب جت في الدقيقه, كانت نهايه الفايت بصراحه, بس ربنا ستر يعني فاهم. حبيب قعد يرجع لورا, داستن جاب كام واحده كمان كان لو اخو حبيب وهيكملوا توقيع. بس حبيب في النص وهو بيرجع لورا فرد ايده كده وعمل كاونتر ليفت هوك, عمل كليب لداستن بحاجه بسيطه, بس دي اللي وقفت الهجوم بتاعه سنه. حبيب عمل ريكفر فيها. بعديها حبيب لقى نفسه طبعا مش هينفع يقف قدام الراجل ده, داخل بقى على التيك داون. وانس ان هو يخش على التيك داون ما شاء الله. الجوله الثانيه طبعا حبيب كمل السماشنج, كمل الجرابلنج وكنترول بتاعه على الارض ومش عارف ايه, ولاند كام واحده. داستن برده بقى بدا يخش يحرك رجله الليج موفمنت بتاعته, وبدا يسكور واحده شمال وبعدها اتحرك كده. بس حبيب بيعمل حاجه اسمها بريشر قدام مارش على طول كده. حبيب قدر يبريشر داستن, واخد حاجه اسمها جيلاتين حط دي تحت الرقبه وبيقرص عليها كده قويه جدا, كان ممكن حبيب يتاب فيها. بس حبيب قاعد يسكرامبل كده يقع براسه, فالحمد لله يعني عرف يطلع من الوضع ده. داستن بلاك بيلت في جوجيتسو, فعشان كده كان خطر جدا. لما انت تعمل الحركه دي وتقعد عليها فتره ايدك بتتعب, فبعد كده حبيب قلب الوضع وشدد ايده وهيبدا يحط لفت نفسه عشان ما يتضربش, فكده عرض الظهر بتاعه, خد اللوتشوك وقفل عليها ما شاء الله. داستن عملتها. تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل, ان شاء الله في فيديوز اكتر عن حبيب وميكس مارشال ارتس. انا بحب الحاجات دي عشان كده.